السلام عليكم ومساء الخير، معاكم أخوكم متعب السعد من قناة السعودية للسيارات والدراجات النارية. السيارة اللي معانا اليوم وبنغطيها MG5، هذا شكل السيارة الخارجي. طبعا باخذ بكم لفة عليها بشكل سريع. سيارة جميلة، سيارة صينية بطابع بريطاني، أو من الأصل سيارة بريطانية، لكن الآن تعتبر صناعة صينية من أصل بريطاني. شوفوا ما شاء الله سيارة جدا جميلة، خاصة اللون هذا السمني اللي الناس متعودة عليه وكانوا طايحين فيه بسيارات ثانية. طبعا بالاستمارة بيكتب ذهبي، لكن حاليا هذا السمني، لون جدا جبار. السيارة جدا اقتصادية، 4 سلندر، 118 حصان بغير CVT. طبعا هذا الشكل الخارجي لها. شوفوا الشبكنة مرة كبير بالكروم نياكل، جدا جميلة مع علامة MG. الإضاءة هنا الخارجية للفئة الستاندر هالوجين، لكن بالفل كامل يجيك هذا LED كامل نهاري مع إضاءة زينون. وهنا الإشارات، كشفات أمامية ما فيه، عندك الجنط هنا للستاندر 15 وبالفل 16 مقاسة، نت بلو صديقة البيئة، طبعا صديقة البيئة طبعا طبعا. والشيء المهم اقتصادي كيف بالبنزين، البنزين 91، 1500 سي سي دفع أمامي ممتاز، 19.5 كيلو لللتر الواحد، يعني جدا اقتصادية. الإضاءة الخلفية LED طبعا بدون حساسات وبدون كاميرا خلفية، هذا فئة الستاندر، لكن فئة الفول كامل فيها كاميرات 360 درجة. يعني تخيل سيارة صغيرة بالحجم هذا فيها كاميرات، الكاميرا 360 درجة إضافة إلى حساسات خلفية بالفول كامل. طبعا هنا طياس طبعا بالفول كامل، والفئة الوسطى برضو جنوط. هذا شكل السيارة الخارجي. طبعا فيها بالمرايات إشارة للمرايات، جميع الفئات طبعا تجي المرايات، الإشارة على المرايات. الشغلة الثانية برضو بالفول كامل، هنا المساكات اليدين على نفس لون السيارة، لكن بالفول كامل تجيك هنا طبقة نيكل مع دخول ذكي اللي هي البصمة، وبرضو تشغيل بصمة. والحين بوريكم المواصفات الداخلية. طبعا الباب ما شاء الله تبارك الله تحس انه مليان وثقيل. طبعا هذا باب السايق، عندكم هنا الأقفال الإلكترونية، هنا كروم نياكل، الجلد برضو هنا ما شاء الله، هنا هذه الأزرار حقت القزاز والقفل حق القزاز. هنا التحكم بالمرايات الجانبية والإضاءة، تقدر تتحكم فيها ترفعها وتنزلها بنفس الوقت. هذا للإشارات، وهذا مثبت السرعة للسيارة. بسم الله. وهذا شكل الطبلون كامل. طبعا تقدر تتحكم بالشاشة الوسطية من هنا، من الأزرار من هنا. شوف طبعا هذه من المميزات، أنا أعتبرها شخصيا أنها تعتبر قوية لما تكون فئة السيارة ستاندر، أقل فئة وفيها مثبت سرعة، ما تلقاها بأي سيارة ثانية. يعني مثبت سرعة تلقاها بستاندر، شيء جدا جميل. طبعا الفول كامل تجيك هنا تحكمات الأزرار برضو للمسجل وللشاشة اللي بالنص هذه، الإضافة عليها هنا بلوتوث، لكن تشغل عليها عن طريق USB من هنا برضو. الفول كامل تكون شاشة كاملة هنا لحد هذا المكان تقريبا سعتها 10 انش، او
سعة الشاشة 10 إنش ما شاء الله مرة كبيرة. طبعا تاتش نظامها هنا بالستاندر التحكم بالمكيف فرارات بالفول كامل تكون من ضمن الشاشة الوسطية اللي هنا. هنا وهنا عندكم 12 فولت شاحن بالفول كامل يجيك هنا تقريبا فتحتين USB وهذا الجير عندكم اوتوماتيك طبعا لكن طقه من هنا يتحول الى مانوال لكن شوفوا هنا يطلع لكم اذا عدلتوا للمانوال الايكو فئة الاقتصادية طبعا. وهنا طبعا مثل ما تشوفون حاملات اكواب 2 وهنا الجلنط يدوي بالفول كامل يكون الكتروني الازرار تكون هنا موجودة وهذا درج تخزين ما شاء الله طبعا عميق مرة. نجي الان لمراتب السيارة طبعا في الستاندر تكون مخمل مثل ما تشوفون شوفوا النقشة حقتها كأنها زي الدايموند هذا للمراتب الستاندر لكن الفول كامل يكون جلد طبعا وفتحة سقف يكون فيها بالستاندر ما فيه لكن بالفول كامل يكون فيها فتحة سقف لكن مراتب حقتها جدا جميلة ومريحة ما عليكم من حوستي. وهذه خلفية السيارة طبعا بالفول كامل يكون فيه فتحتين هنا USB طبعا بدون تكييف خلفي بسم الله. وهذا شكل السيارة من ورا مرة جميلة مرة مرتبة أنيقة. طبعا شوفوا المرتبة هذه الحين محطوطة على نفس وزنيتي شوفوا المساحة بس كيف الوسع يعني تقريبا شبر مرة مرة وسيعة فجدا جميلة. طبعا جينا للشيء المهم والأساسي في السيارة السيارة عليها ضمان 6 سنوات أو 200,000 كيلو طبعا أيهما يسبق. الأسعار الستاندر هذه اللي معاي ب40,000 وكسور شامل الضريبة طبعا. فئة النص فل ب45 فئة الفل كامل ب51,000 يعني تخيل سيارة صغيرة بالحجم هذا وبالمواصفات هذه سواء كانت ستاندر أو نص فل أو فل يعني خلني بس أقول لك الفل كامل مثلا يكون فيها فتحة لمبات زنون جلد تحكم دركسون مثبت سرعة طبعا الفرامل مانع انزلاق شاشة وسطية بكاميرا 360 درجة جميع المواصفات اللي انت تتمناها بتلقاها موجودة بسعر مرة جدا معقول وقوي 51,000 مرة مرة نشوف انها مناسبة جدا. غطينا لكم سيارة سيدان صغيرة وأنيقة بنفس الوقت واقتصادية وعملية MG5. طبعا باقي شغلة بس أخيرة ما غطيت لكم إياها الشنطة تنفتح إلكتروني من هنا حجم المساحة شوفوا ما شاء الله كبير مرة مرة كبير. MG طبعا السيارة الوكيل حقها مجموعة تأجير MG موتور. الآن وصلت الوكالة أعطيكم لقطات بسيطة عن الفول كامل كيف طريقة المواصفات اللي موجودة فيها. طبعا شوفوا هذه الآن هذه الفول كامل منها تعديل لمعلومة بسيطة أنا ذكرتها من قبل الفول كامل الإنارة حقتها LED شوفوا هذا أحد الألوان اللي موجودة بالسيارة اللي هي السمني أو الذهبي اللي أنا معاي كانت وهنا الأزرق وبرضو هنا الأسود شوف هذا الأسود. طبعا بوريكم الفروقات طبعا بين النص فل والستاندر. الستاندر شفتوها وغطيتها لكم الفول كامل هذا الجنط الآن حق الفول كامل 16 إنش وهذا جنط النص فل. الفرق الثاني عندك نفس ما قلت لكم هنا دخول بصمة والنياكل اللي موجودة على الأبواب هذا للفول كامل طبعا مكحل الاسطبات شكل كامل. هنا الإضافة الزيادة عندك حساسات خلفية والكاميرا نفس ما قلت لكم 360 درجة على كامل السيارة وهذا داخلي حق الفول كامل شوفوا الأزرار هنا طبعا الدركسون القماشي يفرق حقه الجلد
نفس ما قلت لكم هنا النياكل اللي موجودة. وهذه الشاشة ما شاء الله شوفوا 10 إنش تقريبا، من ضمنها التحكم حق المكيف، وهذا الأوتو البريك والأوتو بريك. أنت واقف تعبان بالإشارة خلاص شغل هذا وتوقف السيارة، تمسك نفسها بنفسها. وتشغيل بصمة الستاندر يكون مفتاح. وهنا مثل ما برضو ما وضحت لكم 12 فولت وفتحتين USB. طبعا الشاشة تخدم الأبل والأندرويد. إضافة عليها مكان للنظارات وفتحة سقف والمراتب جلد. شلون أوريكم إياها المراتب الآن؟ شو هذا الجلد مراتبها. وهنا الفتحتين USB اللي ذكرتها لكم بالفول كامل. هذا شكل السيارة وهذا شكل. برضو عندك الفول كامل يكون فيها صفط للمرايات غير عن الستاندر. وبكذا غطيت لكم الفول كامل، وهذا سعرها عشان تشوفون على الطريق. 51,345 شامل الضريبة، والضمان 6 سنوات و 200,000 كيلومتر. فروقات بسيطة في الفئة النص فل اللي هي الجنط 16 إنش. المراتب نفس الستاندر مخمل، لكن الفرق بينها وبين الستاندر اللي هي الأزرار هذه عندك التحكمات والشاشة. هذا الفرق البسيط بين الستاندر والنص فل. وتشغيل بصمة، يعني 3 تقريبا مميزات فرق عن الستاندر: تشغيل بصمة والشاشة وجنط 16 أو مقاس 16. عن الشاشة تشملها كاميرا خلفية فقط في النص فل، يعني النص الفل فيها كاميرا خلفية فقط مع حساسات، لكن الفل كامل رؤية 360 درجة مع حساسات خلفية. هذا سعر، وهذا سعر النص فل 45,150 شامل الضريبة. نفس الشيء ضمان 6 سنوات أو 200,000 كيلو، أيهما يسبق. ونفس ما قلت لكم الستاندر ب 40,000. وهذه كذا غطينا لكم MG5. إن شاء الله أنها حازت التغطية على رضاكم، ووضحنا لكم كل شيء عن السيارة. تستاهل التجربة، مروا عليهم. طريق خريص تقريبا بعد شارع 40 حي النسيم، مجموعة تأجير MG موتور.